جبت مفاصلي. فتح عينك تاكل ملبن. في حاجة؟ كوستو واتنين من رجالته قاطعين علينا. عارف ولا يهمك. متأسف لتاني مرة. بص بنتي خرجت من الكابينة. يلا بينا لازم نتمهز. اتقل النهار لعنين، اي حركة دلوقت هتكشفنا. تمام تمام. امال امتى ساعة الصفر؟ بالليل قبل اسطنبول بسنة صغيرة. تمام ايوه تمام. أخيراً هنوصل على تركيا. تعالوا بصوا معايا، بعد نص ساعة هنعدي من بوغاز شانكالي، أقرب مكان للشط. ده اللي هنسلم فيه البضاعة؟ رجالتنا هيكونوا منتظريننا في قارب صغير ولابسين زي الصيادين. هنرمي لهم البضاعة في البحر. تمام؟ تمام. كاظم بيه طالب شمبانيا، عامل ليلة أنس. أول ما يخرج الجرسون من عنده نروح نشرب كاس في صحته. تمام؟ تمام. لحظة ما فكر. هنوصل اسطنبول الفجر، يعني كوستو ما ظهرش لغاية دلوقتي. ما تستعجلش على رزقك دلوقتي. طب مش جايز يكون غير رأيه؟ عشان إبليس في الجنة ده يبيع عمره على المجوهرات دي. وصل. هاتي هاتي. الشمبانيا اللي طلبتها سعادتك. ياي شمبانيا. مزاجي اقدم الشمبانيا دي بنفسي. حاضر. في صحة ايام اسطنبول السعيدة، أجمل بلاد الشرق. طبعاً سمعتي عن آيا صوفيا وتوبكابي؟ سمعت إنها أماكن جميلة. جمال فوق الوصف. مش من رأيك إنه الأماكن دي تستاهل الزيارة؟ أيوة يا فندم، اللي ما يزورهاش كأنه ما شافش الدنيا، خصوصاً إذا كان الواحد غاوي مجوهرات. أي خدمة تانية يا فندم؟ ما حدش يزعجنا. أمرك يا فندم. في صحتك يا حبيبتي. في صحتك يا حبيبي. ما
بلاش لعب عيال. ايه في ايه؟ مش هنطول عليكم، هناخد المجوهرات ونمشي لحسن تاخدي برد يا مدام. مش فاهمة. احنا جايين نخدم، عندنا مشروع مفيد للطرفين، انتم تقبضوا التأمين واحنا ناخد المجوهرات. فين المجوهرات؟ امركم جوه الضرفة دي. حياتي غالية قوي، عملت عين العقل. الدرج فاضي. ها؟ ايه الحكاية؟ الدرج فاضي. انت مستخف دمك ولا ايه؟ متخافش يا اخ، احنا مستنينك من بدري، احنا بتوعك. هات ايدك، يلا اطلع. يلا اشرب لك بق يدفيك. قول لي حصل ايه؟ ما تخافش. اصل المخ كان عالي قوي، فالخواجه خاف على البضاعه بعتها معايا. خليها معايا. خواجه تعالى بمقه. اتفضل. ايه حصل ايه؟ جت اشاره ان راكب اختفى من الباخره اوروبا في منطقه شناك كالا. ويهمه ايه البوليس الدولي لو واحد من الركاب يضيع منهم في السكه ولا في البحر؟ الراكب ده سارق مجوهرات بنص مليون دولار، وادى الاشاره اهي. ايه فين مين؟ بلغ جميع المراكز من شرق قاع اسطنبول، اشاره لكل الاقسام، راكب اختفى من الباخره اوروبا. احنا رايحين على فين؟ على اسطنبول نسلم البضاعة للخواجة. ما انت منين يا اخويا؟ ها؟ اصلي من هنا، مولود في ازميت. حسن انا هنط بالشنطة وبعد التفتيش تقابلوني. فات الميعاد يا حدق، اثبت مطرحك. استنى اوراقك من فضلك. ألف ومئتين وستين ليرة إيراد النهار.
يكتر خير الدنيا. دول حيروحوا البنك بكرة. أنا خلاص شبعتي من الدنيا، ما بقى ليش غيرك يا سلمى، أنت وبنتي نجلة، كله حيعود عليكم. كفاية شرب، ده بيزود الضغط، صحتك عندي بالدنيا يا حياتي. أنت بتدلعيني وبتداديني وبتراعيني وحياتي. ما أنت دلوع كمان، عامل زي العيال الصغيرين. خد الدواء يلا وحياة سلمى. شاطر. بوس بوسه بس. حاضر بوستين. يا راجل كفاية بقى. الله سيبني. ليه تلوعيني؟ شعوتك دي بتزود الضغط. تصدف الضغط. اشوف مين اللي هيجي لنا واخر كده. سيبك منه، خليه يحل عنا. زباين اخر الليل يبقوا لقطة يا راجل، ليه نقطع رزقنا بايدينا؟ عندك حق ست الكل. نعم، عاوز ايه؟ عاوز اكل لقمة واشرب كاس. ما كانش يتعاز، فوت علينا بكرة. خلينا اخش. ايدك. اي اما تلم صحيح، مين اذنك تخش؟ الجوع كافر. ما باليد حيلة، شطابنا يا استاذ. الله، انت رايح فين؟ مش سامعني ولا ايه؟ معلش انا هدعبس على اي حاجة. ما هو ما تتعبش نفسك، ما فيش حاجة تتاكل. اتفضل برا. انت بتعمل ايه يا اخي؟ رايح فين؟ تعالى هنا. عايز ايه؟ ما تقول. اللي فايد من الزباين. رميناه للكلاب. اللي فايد من الكلاب. كلته القطه. يا سلام. بتكذبي عليا ليه؟ ما الخير كتير اهو، ولا ده شايلها للزباين اللي عليهم العين؟ ايه الرزاله دي؟ ده اكل مش مملح مخصوص عشان جوزي. الله. يا سلام. اطفح يلا اوام وادفع الحساب وورينا عرض كتافك. لكن انا احب استطح اكل لقمه واشرب وراها بق، ادي اللذ. يا اخي انا نعسانه، عاوز انام. يا سلام، صوتك حلو. نقص المزيكا واسمعك بتغني، تبقى السهره كملت. الله، ايه الجراءه دي؟ يا سلام، عندك اسطوانات حلوه قوي وريكوردر كمان. عارف لو صحيت جوزي هيجيب خبرك. جوزك ده بخته من السما، ده لازم فنان ذوقه جميل في المزيكا وفي الستات كمان. عارف ينقي صحيح، وش زي القمر وعيون زي الغزلان والجسم على المخرطة. تعرفي ترقصي؟ اخرس، انا ست محترمة. الرقص مش عيب، انا بحبه قوي وبحب كل ست بترقص. كفاية كده، هات الحساب بقى وتفضل برا من غير ما ترود. وايه رأيك اني مفلس؟ طيب هجيب لك البوليس. ما تعمليش كده، انا هدفعي. بس لما اخلص سهرتي. القعدة حلوة معاكي. انا حنادي على جوزي. مظهر يا مظهر. جفنه علم الغزل يا حبيبي الروح يا أنس الجمال. انت وقفت الغنوة اللي بحبها لي. تعال شوف التلقيحة دي. ماله؟ قال مش عايز يدفع الحساب. يا ما في الحبس مظاليم، هو الواحد مش ياخد قعدته لحد ما ينبسط وبعدين يدفع؟ عداك العيب، الزبون دايما على حق. دوري الغنوة بتاعتي تاني. يا ستي انا رزق وجنة، انت اطلع ارتاحي وانا حصهر معاه. انت غاوي فن قديم. امال فن قديم ونبيت معتق، واللي مالوش قديم.
مالوش جديد. اشرب معايا بقى. لا عافيني. على حساب؟ انا تحت امرك. انت هتشرب تاني؟ الزبون عايز كده. انت هتطلع معايا على فوق ولا اقفل الاوضه؟ العفو والسماح يا زين الملاح. تشكر. علم الغدر. الست بتاعتي دي ست مجدع، لكن يا خسارة بتديني النبيت بالقطارة. لازم خايفة على صحتك. في جحيمي. صحيح، اصلها بتحبني قوي قوي مع اني بقيت راجل عجوز. يا راجل ما تقولش كده، الدهن في العتاقي والست الصغيرة ترجع للراجل شبابه. يا سلام عليك ولد، ده انت دخلت مزاجي بصحيح. بصحتك يا جميل. بصحة الست سلمى، ده احنا بنشرب بصحتك. العربية دي فيها حيل تمشي؟ دي من سنة سيدنا نوح. هبي يا ابي. طيب طيب طيب. صباح الخير يا ستنا. صباح الخير. هو الراجل ده لسه متربس لنا هنا يعني؟ وانت هسيبه يروح فين بعد نص الليل؟ بكره يا ما هتندم على انك دخلت في بيتك واحد من السكه ما تعرفوش. لا له اصل ولا فصل. ده جدع ابن حلال، قلبي ارتاح له قوي. ده بيحب الفن القديم. قصر الكلام، خدت منه الحساب؟ هو قاعد معانا، هيروح فين يعني؟ طب يلا قوم خش الحمام، خلينا نشوف شغلنا. ومين اللي هيدعك لي ظهري بايديه الحلوه؟ وماله ظهرك؟ بيوجعني. ما هي الخمره دي اللي انت بتشربها هي اللي بترجع لك الروماتيزم. يلا قوم خش الحمام. لكن ايديك الحلوه هي اللي بتسيح لي الروماتيزم. طب يلا يا حلته قوم. يلا يلا.
هات يا اخي. انت بتغسل كرشه؟ ايه بساعدك. يا لا لا لي يا لا لا لي يا لا لا لي يا لا لا لي امان. لمسه ايديك الحلوه تردي الروح. صوابعك حرير حرير بس يا خساره عريانين وسقعانين مفيش حاجه تحليهم. هجيب لك جوز هندي يلمعهم ويلملمهم و يا ما جاب الغراب لامه بقى. انا اللي شايله شغل اللوكان ده كله على دماغي. تتعطف وتتحنن وتجيب لي شويه زيت. هجيب لك خدام علشان يخف الشغل عن ايديك الحلوه. ها هو كلام بتقوله وتنساه زي ما نسيت تجيب لي الخاتم في عيد ميلادي. وغلاوتك عندي لا اجيب لك لبن العصفور. وكمان شويه. يا جماعه اللي هنا. الله مفيش حد هنا يخدم علينا. امال فين يا جميل جمال؟ لازم نايمه في العسل. جايالك اهو. ما توطي حسك شويه. انت فاكر نفسك فين؟ في طابونه؟ في الصاله اللي كنت تشتغلي فيها. هشك هشك كان ايدك لكسرها. اوعى. شوف يا اخويا كنا في جره وخرجنا لبره. ما كنت بتترمي على يسوى اللي ما يسواش. الحد هنا كفايه. ام من هنا ولا اندهلك مظهر جوزي. والله يا عال وذنبه ايه علشان اطم رقبته؟ بقول لك لم لسانك الزفر وتهوى من هنا احسن لك. بالذمه مش مكسوفه تبيع نفسك لراجل ادبوكي؟ مستني ايه؟ مش الست قالت لك تمشي؟ مين هالفوت ده الاخر؟ حب جديد؟ يا خرب بيتك يا مظهر. حاسب على الموبيليا ده شقه عمري. الله ايه اللخبطه دي؟ الله 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 الله. جفلوك. انت بتعمل ايه هنا؟ يلا 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 على ايه بس اللي حدفنا في الحتة المقطوعة دي؟ هنفضل طول عمرنا عايشين تحت رحمة البلطجية؟ قل لنفسك. قلت لك لازمنا راجل شديد يشتغل عندنا ويحمينا. مش هين عليك تدفع اجرته. عندك حق يا روحي. انا لازم اجيب فتوة علشان يوقف معانا ويحوش عنا البلاوي دي. هي ما قلت قبل كده وصهيانت. انت مش مكسوف من نفسك واقف عريان كده؟ روح يا راجل البس روح. طيب حاضر بس من غير زعل. انت متعور؟ حاجة بسيطة. طب اقعد اقعد لحظة واحدة. حاسس بحرقان؟ لا حاسس بزغزغة حلوة من لمسة ايديك. بطل بقى. انت اسمك ايه؟ رمزي. عيني عليك باردة شديد يا واد. يعجبني الراجل الجدع. ايه مالك؟ لا ولا حاجة. خلاص يا بطل تعال معايا. تعال خد كاس. كتر خيرك اللي اتخنقت اتعورت عشان تحميني. انا عملت الواجب. انا حزعل قوي لما تسيبنا وتمشي وما ترجعش. الا اذا كنت عايز تقعد معانا برضاك. اتفضل اشرب. متشكر. قلت ايه؟ لا ما افتكرش. ما تقولش كده. ما تجرب يمكن العشره تعجبك. جرب. خلاص يا مظهر من هنا ورايح هنرتاح على الاخر. انا اتفقت مع رمزي يفضل معانا على طول. صحيح يا رمزي ده يوم المنى يا ابني. اهو نجرب لو ارتحنا نفضل على طول. ربنا ما يحرمنيش منك يا حلاله العقد. قوليلي انت اتفقتي معاه على ما هي؟ ما تشيلش هم. رمزي عمره ما هيطمع فينا. يلا يا رمزي
عايزين ننزل اسطنبول نتسوق طلبات اللوكاندا. روح طلع العربية. ايوه بس الجراج مقفول. قول لي سليم يديك المفتاح. هات المفتاح. ها؟ بتاع الجراج اللي فيه العربية. ها؟ ايوه هو ده. ها؟ كويس البرامج بتفوت، ابقى جربها قبل ما تطلع. يلا اطلع. حاضر. خش جوه. حاضر. بابا يا مزهر، ما تغيبيش عليا، انا بتلخم وحدي وعندنا شغل كتير النهارده. سليم، اذا فات الواد بتاع الخور ده يبقى بيع له شويه اللي في الجراج، فاهم؟ يلا. لو سمحت ممكن اعرف انت اصلك ايه وفصلك ايه؟ كنت بشتغل جرسون في مركب، كنت مهاجر اجرب حظي. طب وايه اللي جابك النواحي دي؟ اهلي بعتولي عشان اتجوز. ونويت على الجواز؟ زوغت. باين عليك نمرة كبيرة. لقينا دي تحت كرسي العربية اللي عملت الحادثة يا فندم. مدهش. ده دليل لسرق المجوهرات والتلاتة اللي معاه عصابة واحدة. مظبوط. في ايه؟ البوليس عامل تفتيش، اما نشوف ايه الحكايه. خير ان شاء الله. صباح الخير يا مدام مظهر. بندور على عصابه سرقت مجوهرات من باخره كانت معديه من هنا. مين الجدع ده؟ ده الجرسون بتاعنا. باي باي. مع السلامة. احنا لينا حظ كبير اللي نفدنا من البوليس. حظيها مغفل، ضيعنا الكنز اللي كان في ايدينا. المعلم الكبير مش هينسانا الغلطة دي. اطمنوا، البوليس محاوط المنطقة كلها ومش قادر يخرج منها ابدا مهما عمل. المهم نلاقيه قبل ما البوليس يمسكه. كل اتنين مننا يدوروا عليه في ناحية. لازم نبعت الشنطة لندن بسرعة. ما تنسوش ان المعلم الكبير مش سهل وسمعتنا في خطر. الدواء ده المزر عشان رايح اعصابه، بيريحه ويريحني بالليل. النهار اهو بيعدي والليل هو اللي طول،
بقلق وعذاب وسهر. لكن ايه اللي رماكي على العجوز ده؟ انا اللي رميت نفسي عليه عشان ابقى ستة محترمة وعلى ذمة راجل مقتدر يعيشني في نعيم تعبت من الفقر. ما انت كنت تقدري تلاقي بختك مع شاب صغير. خسارة، انت حلوة وصغيرة واي شاب يتمناكي. الشباب عاوزين يتسلوا ياخدوا مزاجهم وخلاص، لكن ما يتجوزوش اللي من عينتي. عشان كنت تشتغلي رقصة؟ من ميلة بختي. الرقص مش عيب، لكن الشباب كلهم بيعايروني بيه، العواجيز بس هم اللي ما يعايروش. يعني مستنية لما تورسي مظهر؟ امال يعني اتجوزته علشان سواد عيونه؟ ده عنده فلوس قوي وما حلتوش غير بنت واحدة وفي مدرسة داخلية، لما يودع هي حتورث النص وانا النص. بيقولوا البخيل عمره طويل، انا خايف تضيع شبابك او انت. في صحتكم، نص مليون دولار حاجه تطير العقل. بلدنا بحالها ما تسويش المبلغ ده كله. وايه رايك ان الكنز ده مستخبي في بلدنا؟ مش معقول نتكلم جد. ده مش معقول. عندي خبر بكده، البوليس قلب الدنيا وبيفتش كل شبر في الارض. مفيش عدل في الدنيا يا اخوانا، شويه بلطجيه يلعبوا لعبه يخبطوا فيها ملايين، وناس زي حالاتي مش لاقيين القوت الضروري. اشرب يا سيدي حظوظ. اشرب. صباح الخير يا سيد مظهر. صباح الخير يا عمده. اهلا وسهلا حضره الضابط، اتفضل خد لك كاس معانا. والله معلش، متشكر جدا، اصلنا بندور على اربع حراميه. احنا ما عندناش الا زباين محترمين. معلش تسمح تفتح لي الجراج من فضلك؟ اشتبهت في حد بقى بلغنا. طبعا يا بيه. متشكر، مع السلامة. مع السلامة. شوف شغلك يا سليم. البوليس بيعمل ايه هنا؟ انت بينك وبين البوليس حاجة؟ ابدا، العيلة كلمتها مسموعة، يمكن بلغوا البوليس يدور علي. عشان هربت من العروسة ما تخافش، اتكل عليا. يلا شيل الحاجات دي ودخلها جوه. اتفضل. ها ها ها، خد ده فين؟ ها ها ها. متشكر. إزازة دواء كبيرة عشان صحتك، واسطوانة كبيرة عشان مزاجك، وخاتم صغنن عشاني أنا. ربنا يخليك ليا. تمنه غالي؟ في حاجة تغلى على سلمى؟ طيب خليه يشيل، بس يدفع 100 ليرة قبل ما يحمل. كل دول 100 ليرة، لا فوقهم ولا تحتهم. 100 ليرة في الخردة الهلكانة دي؟ دي لسه بخير، هتعيش 100 سنة.
افرش الترابيزات بسرعة لحسن تأخرنا، عندنا فرح الليلة. يلا أوام. حاضر. سلمى النهارده فرح ابني، لازم ترقص فيه. يلا تعالي تعالي يلا.
قولوا. اصحى اصحى يا مدهول عشان تطلع تتخمد. قوم رمز ايدك معايا نشيل الشوال ده. الله واخديني على فين؟ الله الله. ايه انت حضرتك مين؟ انا رمزي. وانا كمان مبسوط شويه. شايف المقطف اللي ربنا حكم عليا بيه؟ يا ربي تاخده وتريحني من دقك لباب السماء. انا مش هنزل معاكو ابدا فاهمين. انت عايزين مني ايه بس؟ ما تسيبوني بقى. الله انتوا بتعملوا ايه ما ورا ظهري؟ انا صحي قوي مش عايز حد يسندني. انا جدع انا من ضيع في الاوهام. عمره علي يا ايد انا جامد. ايه انا ثابت كما الجمل. انا الراجل. هل يوم هباب يوم ما اتجوزتك يا خمرجي يا بتاع الكباية؟ اتخمد. مين اللي جاب الراجل ده هنا؟ راجل ده رمزي يا مسطول. مسطول معرفوش. روح يا راجل عبعيد. كافي. يا كلي انا ده حيريحك. احسن دواء للروماتيزم حضنك الدافي. انت الطبيب وانا العليل. تعالي دفيني خففيني. استنى لما اقلع هدومي. يا سابعي انا جنبك اهو. من ساعة ما جيت يا رمزي مليت عليا دنيتي. اوعى تسيبني اوعى. ملناش قعد هنا. هيجي يوم الراجل يكشفنا. هنروح فين؟ نهرب؟ هنعيش ازاي؟ ما حيلتناش حاجة. ما تقدريش تاخدي قرشين من مظهر مادام غني ومبسوط. كل قرش بحطه في البنك اول باول مش هطول منه ولا مليم الا بعد عمرا طويل. غيرش بقى لو نقصف عمره.
أنا ما أحبش أقتل. طب والعمل؟ ما إحنا من غير قرش. ما بنسواش قرش. لازم ندبر حالنا. أي إيه ده؟ حاطط إيه تحت المرتبة؟ لا ولا حاجة، تلاقيها سوستة مكسورة. اوعى تكوني صدقتي إن صايع ومفلس. ده أنا متريش قوي. قول كلام غير ده، ومخبي الكنز بتاعك تحت المرتبة؟ الكنز بتاعي في قلبي، ما تخافيش، أنا هتصرف. إزاي؟ طمني. بعدين نتكلم في الموضوع ده، الوقت غالي والليل قصير وعاوزين نتمتع بكل دقيقة. ما تخافيش يا حبة عيني، أنا جوزك، أنا حبيب قلبك. الله هيا. خفت لا يكون حد تاني، أنت ناسي إنه معانا راجل في البيت. من هنا ورايح تقفلي على نفسك بالمفتاح، لو حد شاف حتة من جسمك ده أنا عقلي يشهد. اسم الله على عقلك. قوليلي إن شاء الله تكوني خدت راحتك الليلة. على الآخر بقالي مدة ما خدتش راحتي زي الليلة اللي فاتت يا حبيبي. يا روح القلب. الله هو ده وقته يا راجل، كش عيب، عندنا شغل قوي النهارده. الله لا لا يا مظهر لا لا، سمت صواميل عقلك نعمت خلاص. بقول لك نزلني. الله هو اهدى يا راجل، عيب عيب، نزلني نزلني نزلني. الله الله يا راجل. الله بقول لك نزلني. انزلك فين؟ مفيش حد يجيب لنا شاي؟ خينا اللي فوق هات لنا اتنين شاي وحاجة كده ناكلها. عايز ايه؟ هو ده وقته؟ طيب طيب. رمزي اهلا يا محاسن الصدف. مين الجدع ده؟ متهيألي اني شفته قبل كده. ده اللي منفتش عليه. طلبات السيادة. الشنطة الصغيرة اللي خدتها معاك وانت بتهرب. مش مرجلة انك تستغفلنا يا ابو رمز، ده هيكلفك غالي. فين الشنطة؟ تفضلوا تهو. هات الشنطة يلا. Thank you.
هتقابل قريب. واحد كزوزة باردة من فضلك. حاضر يا فندم. اسمك ايه؟ رمزي يا فندم. جديد هنا مش كده؟ مش فاكر اني شفتك قبل كده. ده رمزي الجرسون الجديد بتاعنا، انا ضمناه. ايه الحكاية يا فندم؟ انا شايفة انه البوليس شادد حيله اليومين دول. بنبحث عن كنز اتسرق، ضروري سمعتوا عنه. قرينا عنه، بيقولوا انه الجواهر دي غالية جدا. اوه اهلا وسهلا بحضرة الضابط. عايز تنزل البلد يا سليم علشان تشوف ابنك؟ طيب طيب مع السلامة. انزل اعمل معروف في سكتك، ابقى فوت على الميكانيكي وقول له يجي يصلح فرامل العربية. ها اوعى تنسى. يلا مع السلامة. طمني يا حضرة الضابط، أي حد غريب نشتبه فيه حنبلغ البوليس طبعا. السلام عليكم. مع ألف سلامة. الله يسلمك. أنت دخلتي أوضة الصبح؟ أيوة سويت السرير. شلت الشنطة فين؟ شنطة إيه؟ هتستعبطي؟ شنطة المجوهرات اللي بيدور عليها البوليس، ما أنت عارفة إنها كانت تحت المرتبة، وقلتي لي عليها بالليل. قول كده. تبقى انت اللي سرقتها يا حرامي. هو انا اللي نيتي سليمه، هو عمري ما ظنيت فيك انك حرامي. سلمى، الجواهر دي بتاعتنا احنا الاثنين، انا كنت حديكي نصيبك. مش مصدقاني؟ طب شيليها عندك لغايه ما نهرب سوا ونبتدي حياه جديده في حته بعيده. قولي لي بقى مخبيها فين؟ قد كده انت مخوني انا اسرقك؟ صحيح انك واطي وقليل الاصل عشان تتهمني التهمه دي. انت تبيعي نفسك عشان قرش؟ اصلك مغفل. انا لو احتكم على الجواهر دي كنت ابلغ البوليس واخلص منك بدل ما داري عليك في كل مره. امال مين اللي خدها؟ مفيش هنا غير انا وانت ومظهر وسليم. ايوه سليم. طمن البقره الشهر اللي جاي هتولد ان شاء الله. فين سليم؟ نزل اسطنبول. في حاجه مهمه؟ لا مفيش. يا حلاوة العصفور اللي وقع، ولقيته فين بقى يا حلو؟ قولي. مستخبي في ريست هاوس يبعد 50 كيلو من هنا. لازم نلحقه قبل ما يهرب. ومستنيين ايه؟ يلا بينا. الخراطيم هالكنه هتتكلف 200 ليرة، ده زي ما طعم جديد. 200 ليرة؟ يا راجل يا ضلالي، عايز تشفط دمي؟ انا هديك 20. اللي هم لك دول مجيش مصنعيتي. ايه الفرامل دي ما اشتغلتش الا سنتين وهتشتغل كمان 10 سنين. روح مع السلامة. انت كنت فين الله يخرب بيتك والبيت اللي جنب بيتك؟ فين الشنطة اللي كانت جنب السرير؟ عاوز تاكسي؟ اتفضل. الحقوق
يتهيالي اخينا ما قدرش يفتحها لانه البضاعه ما تلمستش. نفتحها علشان نطمن. لا، ان فتحناها المعلم هيشك. نبعتها زي ما هي على لندن للمعلم الكبير. يا حبيب قلبي يا رمزي، انت متضايق عشان ضاعت الشنطة؟ كل كنوز الدنيا في ده كله هيتعوض. انا بحبك يا رمزي ومش عايزك تيأس ابدا يا حبيبي. لو اتقفل في وشك باب لازم تخبط على باب تاني، مين عارف؟ انت عارف انه مظهر راجل كبير وحيجي له موروث كل فلوسه، لكن انا بحبك ومش عايز استنى اليوم ده لما يجي، فاهم؟ ما اقدرش اعيش من غيرك. انا ماشي بكره. جبان، بعد ما قلبت كياني ولعبت بعواطفي تسيبني؟ مش ممكن، مش حسيبك حتى لو مت. رمزي حبيبي حبني احضني، احنا لو قدرنا نخلص من مظهر هنلاقي السعادة والثروة والهنا يا رمزي. عايزك تصبر شوية، انا فكرت بكل حاجة. بكرة هتشوف محدش هيقدر يفرقنا عن بعض ابدا بعد كده ابدا. سلمى، 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 انت بتعملي ايه؟ مش هتيجي تدعكي لي ظهري؟ ها؟ تعالي. بطل دلع والبس هدومك عشان تنزل بنك تودي الفلوس. ماليش نفس انزل، جنابي بتوجعني. ان كنت عايز انزلي انت ولا ابعتي رمزي. اوف، سيب رمزي في حاله، هو تعبان وسخن من امبارح. تعبان؟ اوه، نبقى نجيب له الدكتور البيطري. الو نجلة، ازيك يا حبيبتي؟ كويسة؟ الحمد لله. حاضر، اهو بابا كلميه. الو، ازيك يا روح قلبي؟ ابعتيلي بوسه يا قطتي، انت وحشاني موت. ايه، نزلك حالا. مع السلامه. في بالمدرسه مرض معدي، قالوا للبنات يروحوا بيوتهم. تيجي معايا نجيب نجله؟ ومين هيطبخ ومشي الشغل؟ النهارده زحمه قوي. اه عندك حق حبيبتي، اروح انا لوحدي. صباح الخير يا حبيبي، انا عايزاك كده على طول زي الملوك تفطر في السرير. صباح النور. استنى، انا لازم اوكلك بايديا لقمه عسل معبوسه زي شهر العسل يا حبيبي. مش وقته، انا عايز اشوف مظهر. مظهر راح البلد، عايز منه ايه؟ القرشين اللي فاضلين لي من المهيه. انا ماشي. انت مجنون؟ لو ربنا جبر بخاطرنا ونجحنا هنقبض بالالافات. بتقولي ايه؟ ايوه يا حبيبي، هنبقى اغنيه. انا بعت مظهر مشوار ومش هيرجع منه، هفضل انا وانت. لازم انقذه. خلاص الوقت متاخر. يا بنات اسكندريه عشقكم حرام.
اصلي مستني حاله ولاده، مش عارف اتاخرت ليه، مش قادر افهم ليه الناس ما بيحترموش الطبيب البيطري. انا مش شايف اي فرق بين العلاج اللي بين البنادمين والبهايم. الو مين؟ غلط، طالبين الفرن. قال دكتور. ايه اللي صابك؟ ما تنطق، البقرة بتولد يا دكتور، الحقني يا دكتور بسرعة. السلام عليكم. الانتظار بوظ أعصابي، لو كل حاجة مشيت كويس هنقبض ربع مليون ليرة، والربع التاني هتاخده بنته. لو ربنا يكرمنا ويحصل حادث وهم راجعين ناخد النص مليون، نصيبي ونصيب البنت. اسكتي بقى، اعملي معروف. الو مين؟ المستشفى؟ يا خرابي، جوزي يا مصيبتي، امان عليك تطمني يا دكتور، هو في خطر؟ وحياتك طمني. طب انا جاي حالا. حصل يا بطل، يلا بينا على المستشفى. يلا يا دكتور، في امل. ربنا كبير. اتفضل معايا يا حضرتك. يا حبيبتي يا نجلة، ربنا بيستمحنا يا حبيبتي. بابا ازايه؟ مش هيموت، لازم يخف علشان لو مات مش عايز قالي عدي في الدنيا. ما تقوليش كده يا نجلة، انا حكون لك اب وام يا حبيبتي وصدر حنون، ما تعيطيش. صباح الخير. ايه معلوماتك عن حادثة مظهر بيه؟ كنت عارف انه حيجراله كل ده، الفرامل بتفوت بقالها كم يوم، يا ما تحيلت عليه يصلحها وهو ولا على باله، كان يسمع من هنا ويفوت من هنا. كان بيصهن ولا مسألة فلوس؟ ما كانش هاين عليه يا سيدي. ايوه انا اقول الحق ولو على رقبتي، طول عمره قرصان على الفلوس. عايزة تقولي بخيل يعني؟ لكن بنية سليمة وقلب طاهر، كان يستخسر في نفسه كل حاجة وحط القرش على القرش عشان يزود لنا الميراث أنا ونجلة، مش كده؟ مظبوط كده يا حضرة الضابط. تقدروا تشوفوا المريض دلوقتي، تفضلوا. اهي دي اللي تسببت في اللي حصل، نجلة بنتي، كنت مستعجل قوي علشان أجيبها من المدرسة. بابا، بابا يا حبيبي يا بابا، سلامتك يا بابا. شايفة يا سلمى، ربك رب قلوب. سامحيني يا حبيبتي، أنا تسببت لك بالزعل والنكد. ربنا هو اللي يعلم أنا زعلت قد إيه. شوفي يا نجلة، أدي ابن الحلال اللي ربنا بعته علشان ينجيني. أنا دلوقتي مديون لك بحياتي يا رمزي، اتبرع بدمه لأبوكي، لولا مرقته كنت اتيتمتي. كتر ألف خيرك يا رمزي اللي أنقذت جوزي، أشكرك جدا. مش عايزين حد يزعج المريض من فضلكم. تفضل. رمزي، طول ما انا غايب انت راجل البيت بدالي، مراتي وبنتي وكل حيلتي امانه في رقبتك. أشكرك قد إيه علشان اديت دمك لبابا. أنا عملت الواجب. تعالي يا نجلة وما تزوديهاش. ليه يا أبلة؟ أنا عملت حاجة غلط؟ رمزي مهما راح وجه برضو راجل غريب. أبدا يا أبلة، أبي رمزي مش غريب، ده بقى قريب علشان دمه بيجري في جسم بابا، مش تبقى قريبنا، صح ولا غلط؟ صح. عارفه يا أبلة، مش باين عليه أبدا إنه خدام، ده ابن ناس مش كده؟ مهما طلع ونزل أهو برضو خدام. أول ما شفته فرحت قوي، عارفه ليه؟ لا معرفش، أصله شبه مدرس طبيعة بتاعنا بالضبط. دايما المدرس ده بيديني نمر كبيرة قوي، البنات اللي معايا يتغاظوا ويقعدوا يتكلموا علينا، عارفه بيقولوا إيه؟
بيقولوا ايه؟ بيقولوا انه بيحبني، شفتي؟ يا الف نهار ابيض، لذيذ قوي. بس في عيب واحد، عارفه ايه؟ ايه؟ بينكسف كل ما ابص له، يبربش بعينيه ويبص في الارض. تصوري. هحكي لك حكايه ظريفه قوي حصلت لي معاه. دي تحكيها لي في السرير، يلا ننام. ابي رمزي، كل يوم حاجي افطر واتغدى واتعشى في المطعم بتاعك. تصبح على خير. وانت من اهله يا مدموزيل نجله. تصبح على خير بقى. مش لما تسمع حكايه المدرس الطبيعه بتاعنا اللي بينكسف. مره طلعنا رحله في قوارب في البحر، البنات اللي معايا قعدوا يهزقوا ويتشاقوا مع ان النظره كانت معانا. تصوري. وبعدين راح القارب مقلوب بينا، وقعدنا نصرخ ونعيط والنظره تصوت علشان الاستاذ يطلعها هي الاول. عارفه عمل ايه؟ لا يا حبيبتي ما اعرفش. ولا سال في النظره، طلعني انا الاول. شفت بقى؟ وعلى فكره الحته اللي وقعنا فيها ما كانتش غويطه، لكن انا عملت خايفه وفضلت متشعبطه في رقبته، وهو كمان فضل شايلني. عاجبك كده؟ حلوه ولا ملتوته؟ ها؟ تصبح على خير. وانت من اهل. بابا عمل المرجحة دي مع انه ما بيعملش حاجة ابدا لنفسه، بقاله 100 سنة ما عملش لنفسه بدلة جديدة، لكن انا اول ما اطلب منه اي حاجة جيبها لي على طول. باباكي راجل طيب وقلبه كبير. هو باباك لسه عايش يا ابي رمزي؟ عايش، لكن بالنسبة لي مش موجود. ازاي كده؟ ها؟ والدي راجل طيب زي باباكي، ما كانش بيرفض لي اي طلب. في يوم حرمني من حاجة بحبها لأول مرة في حياته، ومن يومها حصل فراق بيني وبينه لغاية النهاردة. هو باباك كان غلطان؟ لا، كان عنده حق، كان عاوز يمنعني عن بعض أصحابي اللي أخلاقهم وحشة، لكن أنا كنت بعزهم قوي لدرجة أني سبت البيت وسبت والدي علشانه. لكن مش هتسيبنا احنا، ها؟ علشان بابا بيحبك قوي، وكلنا كلنا منحبك كمان. شفت بقى؟ مالك حصل ايه؟ يظهر أشياء دخلت في عيني. افتح عينك كمان كمان. عينيك حلوة قوي يا ابي رمز. مش احلى من عينيكي. انت لسه ما جاوبتش على سؤالي، مش هتسيبنا؟ ايوه ولا لا؟ ما بحبش حد يقول لي لا. ها؟ نجلة نجلة. أبلة، أبي رمزي وعدني إنه حيقعد معانا على طول. طب روحي غيري الهدوم دي عشان حتزوري باباكي في المستشفى. وأبي رمزي حيوصلنا مش كده؟ تروحي لوحدك، عندنا شغل كتير هنا وما أقدرش أشتغل من غير خدام. دي غلطتي أنا، الفرامل كانت تلفانة وأنا ما صلحتهاش. ما تفتكرش ان في حد له مصلحة يتخلص منك؟ ابدا ولله الحمد، كل اللي حواليا بحبهم وبيحبوني قوي. والشاب الجديد اللي بيشتغل عندكم رمزي ده اقرب واحد على قلبي، ده انا مأمنه على بيتي واهل بيتي، وكمان اتبرع بدمه عشان ينقذ حياة بابا. جالك كلامي؟ انا قلبي ما يكذبش عليا ابدا. طيب انا اسف اذا كنت ازعجتك، شد حيلك. متشكر قوي، مع السلامة. الله يسلمك.
احكي لي بقى يا قطتي عن احوال البيت. كله ماشي مظبوط زي الساعه. رمزي قايم بالواجب واكتر من الواجب كمان يا بابا. يا سلام، ده احنا حظنا بومب علشان رمزي معانا، راجل جد وشغال ومخلص، الاخلاص باين في عينيه يا بابا. تصور انت خدتي بالك من عينيه كمان. خدت بالي قوي علشان طلعت له قشايه من عينه. المهم عندي انه قابلتك سلمى تكون مبسوطه من شغله. مش باين يا بابا، دي بتعامله معامله وحشه قوي. بصي هتكون لطيفه معايا يا بابا علشان خاطري. ها حاضر، من عينيا حوصيها علشان تتبسطي يا قطه. حلوه قوي دي. انت اللي توصيني على رمزي؟ تحب اطبطب عليه ولا اخده بالحضن؟ لا مش لحد كده، ما ادعك له ظهره كمان. ما تزوديهاش قوي يا سلمى، انا بس عاوزك ما تقسيش عليه، الراجل له افضال علينا. هو انا دست له على ديل، انا بس خليته يلزم حده عشان يوجبني. الناس ما قامت يا مظهر، بنتك يا اخويا هي اللي قلبها كيان الدنيا، مستلطفه مع سي رمزي على الاخر، يا خوفي للناس تلسن عليها. كلام ايه ده، نجله لسه عيله صغيره. لا يا اخويا ما بقتش عيله، بكره لما تبقى تيجي البيت وتشوف بعينك عاوزاك تتصرف. أبي رمزي، هقول لك كلمة سر. قولي. امبارح بالليل حلمت بيك. مش كنت تحلمي بحاجة كويسة؟ ده كان حلمي لذيذ قوي، وياي مكسوفة احكيلك. مكسوفة مني؟ لا احكيلي كل حاجة. حلمت ان احنا الاتنين اتجوزنا بعض، تصور، ونايمين جنب بعض في سرير طويل عريض. عارف ليه؟ ليه؟ كانت ليلة الفرح يا منجي؟ حاجة لطيفة خالص. كنا بنعمل ايه؟ يا سلام، عملنا حاجات عجيبة. كنا بين السماء والارض، والسرير عامل زي بساط الريح وطير بينا، وانت ماسك في ايدي وانا ماسكة في ايدك. شفت بقى؟ بس كده؟ لا ازاي، لسه. انت كنت بتقولي الشعر دمه خفيف، وانا كنت بغني الشعر اللي بتقوله، تصور. وبعدين فضلنا على كده لغاية الفجر. كانت ليلة جميلة من ليالي العمر. انت مدهشة. انا؟ ليه؟ عشان ما بتشوفيش من الدنيا الا صورتها الجميلة. كان حلمي جميل، لكن مش ممكن يتحقق الا بعد سنتين، عشان مش هقدر اتجوز الا لما اتخرج. بابا جه، بابا جه. يا بابا كنت وحشني قوي. اهلا يا حبيبتي. البيت ده كان متيل من غير بابا. عندي حاجات كتيرة قوي عاوز احكيها لك. الحمد لله. طيب يا بابا. طيب ازاي صحتك دلوقتي؟ الله يسلمك يا بابا. يا بابا وحشني قوي يا اولاد، وحشني. سابع يوم من غيابك، السبت 23، صحينا 6:30 صباحا. ابي رمزي كان بيكسر خشب، وانا كنت بجمع الخضار. ساعة 7 ابي رمزي فرش الترابيزات وحضر الشاي. 7:30 قبل سلمى دخلت الحمام. 8:30 قبل سلمى خرجت من الحمام. في الوقت ده كان ابي رمزي بيقدم طلبات ل 21 زبون. صافي الايراد 137 ليرة. ابي رمزي. كفاية يا نجلة، ابوكي تعبان، قومي نامي. يلا يا حبيبتي. تصبحوا على خير بقى. وانتي من اهل الخير يا بنتي. وحشني موت يا جميل المحية. لا لا، الدكتور قال ايه؟ لا يا ستي انت مالك، الدكتور ربنا. الله، بوسه بس، بوسه وحياتك. يا راجل اعقل، انت لسه مكسر وصحتك مش كويسه، بعدين ابقى تشقى ودلوقتي نام لا تبح لك جوزين حمام. ولازمته ايه بس الحمام؟
أبي رمزي، أنا نجلة يا أبي رمزي. أدي مجموعة الأشعار اللي بحبها، أتمنى لك أحلام سعيدة. رمزي، رمزي، افتح يا رمزي، أنا سلمى. صباح الخير يا مدام. بقى كده حضرتك تقفل الباب في وشي. انت نسيت ان جوزك رجع ومش ممكن يستمر الحال زي الاول؟ انا نفسي مش عايزه كده، ولازم نشوف لنا حل في الوضع. انا ما اقدرش على الحاله دي، احب راجل واتجوز راجل تاني. وهتعملي ايه؟ ده جوزك الشرعي. دلوقتي بقى جوزي الشرعي وما فكرتنيش بالحكايه دي من الاول ليه؟ من يوم الحادثه اتغيرت فيا حاجات كتير قوي، اصبحت احس ان اسأت للراجل اللي استأمني وعاملني زي ابنه. يا سلام على الشعور المرهف. يكونوش الدكاتره بدل ما ينقلوا دمك لمظهر غلطوا ونقلوا لك دم مظهر اللي سبب لك الحساسيه دي كلها. انا مستعد اعترف له بكل شيء عشان اريح ضميري. مش هيصدقك عشان بيحبني ومش عايز يخسرني، وهيطردك من هنا زي الكلب. يبقى ماليش قعاد هنا، انا ماشي ولوحدي. مش هتقدر تخطي خطوة واحدة من هنا من غيري يا جدع. انت لاسي انه البوليس لسه بيدور على حرامي المجوهرات يا حبيبي. انت هنا تحت رحمتي وعلى مزاجي، يا اما سيدي وتجراسي يا اما خدامي، اختار لك خيرة يا حبيبي. كفاية، الخدام روحه بقت في مناخيره، الخدام سايبلك البيت وماشي. واطي. مالك يا رمزي؟ ايه الخناقه دي؟ اسال المدام ان كانت عايزه تقولك. ليه يا سلمى بتجرحي شعور رمزي؟ حقك عليا يا ابني، ما تسيبناش، دي سلمى بتعزك قوي صدقني، هي لسانها طويل شويه لكن عشريه. رايح اسطنبول؟ ايوه اتفضل اطلع. ابي رمزي رايح فين؟ انا ماشي يا نجله. يعني كنت بتضحك عليا؟ مش وعدتني انك مش هتسيبني ابدا؟ ها يعني الحق عليا، انا اللي صدقت وصدقت انك مخلص وقلت لنفسي خلاص لقيت فارس احلام. ها هتطلع ولا نمشي؟ كنت فاكر انك هتهزني مش كده يا اخي ولا شنبك. كنت عارفة انك هترجع تاني. ايه اللي رجعك، الخوف ولا الحب؟ صدقيني مش الخوف اللي رجعني، يعني الحب. مش كده يا رمزي؟ طمنتني. خلاص يا حبيبي مش هنستغنى عن بعض ابدا. جرسون،
هات لنا إزازة عرق أظان للبشمهندس. حاضر، إزازة عرق للبشمهندس. حاضر، إزازة عرق كظان للبشمهندس. بعد الحادثة دي تخلي بالك من صحتك، تشتغل قليل ومتشربش كتير. أنا نويت خلاص أطلع على المعاش، البركة في الشباب يقعدوا مطرح العواجيز، ولا إيه رأيك يا ابني يا رمزي؟ ما تجيبولنا إزازة نبيت تانية حلاوة السلامة. حاضر. إزازة نبيد تانية للدكتور. حاضر، إزازة نبيد للدكتور. إيه رأيك نبني دور فوق؟ يبقى تبذير بدون داعي، إحنا بيتنا مكفينا وزيادة. أنا عايز أريح الأولاد وأبني لهم شقة مخصوص. أنت ناوي تجوز نجلة ولا إيه؟ أيوة، عايز أفرح بيها. وحتجوزها لمين؟ لرمز طبعا، ودي حاجة تغيب عنك. انا عايز ابطل شغل وما يبقاش ورايا الا انت يا روحي بس. انت يا راجل بتخطرف، ازاي توقت راسك وتجوز بنتك لخدامك؟ ايه ادي اللي مالكيش حق فيه، رمز زي ابني. قولي، هو خطب منك البنت؟ من غير ما يخطب، انا راجل كل نظر والاتنين لايقين لبعض. من ساعة ما سابنا شاورت له بصباعها رجع على طول. خيبتك مش على حد يا مظهر، ترمي بنتك وحالك ومالك لواد جاي من الشارع محدش يعرف له اصل ولا فصل. رمزي جدع وابن حلال. كلمة ورد غطاها يا مظهر، الجواز ده مش ممكن يتم طول ما انا على ذمتك. انا بدور على صالح البنت، ان كنت عايز تبيعها برخص التراب انا اللي حقف بوشك. شايف عملت فيا ايه؟ وهتنغش بالناس يا ابو قلب طيب. شوف شوف قلبي حينط من مطرحه. طمني بالك يا حبيبتي، نجلة لسه عيلة صغيرة، ولما تبقى على وش جواز يبقى يحلها ربنا. هاتي بوسة بقى. وبعد ما نطيت في البحر ومسكوك الحرامية حصل ايه؟ كسرنا الحاجز بتاع البوليس بالعربية وجرينا. يا سلام، وبعدين؟ البوليس جري ورانا، نطيت من العربية بالشنطة وجيت على هنا. طب وفين المجوهرات؟ وريها لي، فرحني. ضاعت، أخدوها مني. الله، حدوتة لذيذة بشكل. أنا بكلمك جد. وأنا مش مصدقك، وعارفة أنك بتقلي في الحكاية دي علشان ما حبكش. بس على فكرة أنت مش بتعرف تكذب، أصلك شريف. نجلة، أنت ليه مش عايزة تصدقيني؟ احلف لك بيه ان لص ومغامر. وجيمس بوند كمان، لكن عجبني. تصبح على خير يا حرامي. أنا جاي أحكي لك على فزورة. في يوم من ذات الأيام عرفت شاب حليوة كان موعود بكنز على الأرض، لكن يا خسارة كان طماع شاب للسماء ونزل على جدور رقبته. عرفت يبقى مين؟ قصدك إيه؟ قصدي انكشف ملعوبك يا أستاذ، عايز تتجوز نجلة وتلها في الورثة كلها وتسيبني، ده بعدك. نجلة فين وأنا فين؟ فرق السماء من الأرض. يا غشاش يا ضلالي، تحب أقول لمظهر جوزي إنه حيجوز نجلة بنته الشيخ منصر؟ اخرسي، لو جبت سيرة نجلة على لسانك هقطعه، فاهمة؟ نجلة فيها ايه المفعوسة دي؟ فيها ايه احسن مني يا رمزي؟ يعني ما قلت ليش؟ سكت ليه؟ غطي نفسك وخرجي بقى. مش حطول نجلة طول ما انا على وش الدنيا، فاهم بقول ايه؟ وحترجع لي زاحف على ايديك ورجليك. انت اتولدت مغامر يا رمزي، وحتعيش مغامر. احنا الاثنين من طينة واحدة، وكل واحد منا بيكمل التاني. احنا ملناش غير بعض يا رمزي. انت ما بتحبيش الا نفسك والفلوس. ما تقدرش تتصور قد ايه ممكن اعمل في سبيل حبي. ان كنت خايف تساعدني عشان اخلص من مظهر، انا هتصرف لوحدي. يرضيك ده يا حبيبي.
مش اخرجي، ربنا يسامحك. لما يبقى عندي فلوس هتجري ورايا زي الكلب. مش هتدعكيلي ظهري يا روح قلبي؟ سلمى انا مش شايف حاجه يا سلمى، انا مش شايف حاجه. ممكن توصلني نقطة البوليس؟ أيوة أطلع. قوم اصحى. لسه بدري. طب أنا حنزل، شوف بقى من اللي هيدعك لك ظهرك. صحيح والنبي؟ أنا صحيت أهو، يا صباح اللبن، يا صباح القشطة، أدي الصباح ولا بلاش. سيب الميه على بال منزل اسخن الشاي وارجع حالا. ما قلت ليش رايح النقطه ليه؟ رايح ابلغ عن جريمه. ومين المجرم؟ انا. واه عاوزين مني ايه تاني؟ عاوزينك انت بتضحك علينا؟ لما فتحوا الشنطة في لندن طلعت فاضية. معلمنا ما بيضحكش عليه. Thank you.
يا سلمى. حاضر جاية لك اهو يا حبيبي. صوابعك حرير بيرجعوا لي شوابي يا حياتي. انا تحت امرك. سلمى انت رحتي فين يا سلمى؟ انت بتهزري معايا سلمى؟ الله سلمى. وادي سر المجوهرات المسروقة. الجواهرجي كان بعيد النظر ومكار، خم الحرامية وجر رجلهم على المركب ورا شنطة فاضية، وحط المجوهرات في علبة شوكولاتة وبعتها بالطيارة مع سكرتيرته في أمان. على كل حال أنا سعيد بالنهاية دي. أنا ظروفي كانت وحشة قوي وحظي كان أوحش. أنت لسه صغير وتقدر تبتدي من جديد. أبتدي تاني إمتى؟ بعد ما جزائي هكون ضيعت أهم حاجة في حياتي، الحب الكبير اللي طهر قلبي وصحى ضميري وعمل مني إنسان جديد. الحب الصادق يعيش إلى الأبد. وتفتكر أنا لازم أصبر قد إيه؟ بالنسبة لظروفك يمكن سنتين ويمكن أقل. طيب أنا جاي حالا، ما تلمسوش حاجة. يلا بينا. يا ريتني بدلها، انا عجزت وشبعت من الدنيا، لكن هي كانت شباب وجمال وقلب زي البفتة البيضة. في اخر لحظة من حياتها بتدور على راحتي. البيه في حياتك، شد حيلك. شايف يا رمزي كانت مالية علينا بيتنا، راحت خلاص. سامحها يا ابني، سامحها لو كانت قسيت عليك، كان قلبها ابيض وكانت بتعزك قوي، صدقني يا رمزي. ربنا يسامحها ويغفر لها ويرحمها. يا ابني ده احنا بنحبك ومحتاجين لوجودك معانا. ده بابا كان عاوز يبني لنا شقفه عشان احنا الاثنين، شفت بقى؟ انا حاسبكم غصب عني، اصلي مرتبط بعقد عمل لمدة سنتين ولازم انفذه. وبعد ما تخلص شغلك هترجع لنا مش كده؟ ان ما كانش عندك مانع بعد سنتين تكوني خلصتي المدرسة وانا اكون وفيت الدين اللي عليا. لاحظتش اي حاجه على الحدث يا ادري بيه؟ هيلاحظ ايه غير قضاء ربنا يا حضره العمده؟ ده قضاء وقدر. فعلا قضاء وقدر. يلا بينا.